روح وريحان. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، هذه المباركة التي حدثت في مصر في 25 يناير، وجب على كل واحد منا أن يصنع مع نفسه ثورة أخلاق، بمعنى أن يعدل من سلوكياته بحيث ينظر إلى مسألتين كبيرتين. يجب أن نعلم أن الدين المعاملة، والمعاملة بقسميها، معاملة الخالق ومعاملة المخلوق. طيب، كيف يتعامل الإنسان مع الخالق؟ يتعامل مع الخالق بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يتعامل مع المخلوق بما يحب هو أن يتعامل الناس معه، بمعنى أنا أتمنى مثلا أن يحترمني الآخر، فوجب علي أن قبل أن أطلب من الآخر أن يحترمني أن أجل له أنا. ليس من لمن لم يوقر صغيرنا من لم يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فأنا أوقر الكبير، أعطف على الصغير، أنزل الناس منازله. طيب، إذن لما رأينا زيد بن ثابت رضي الله عنه أحد كتبة الوحي يريد أن يركب جواده، فيأتي ابن عباس وهو حبر القرآن وحبر الأمة وترجمان القرآن ليقرب الركاب ليضع زيد قدمه في الركاب، ركاب السرج يعني، سبحان الله. فيتساءل زيد: ما الذي تفعل يا ابن عم رسول الله؟ يقول ابن عباس رضي الله عنهما: هكذا أمرنا أن نجل علماءنا. فيقفز زيد من فوق الفرس ويقبل اليد التي قربت له الركاب، سبحان الله. فيقول ابن عباس: ماذا تصنع يا زيد؟ يقول: نحن أيضا أمرنا أن نجل آل بيت رسولنا صلى الله عليه وسلم. فقضية الاحترام المتبادل، قضية أن أنا عندما أطلب من الآخر أن يجلني أو أن يقدرني وجب علي أن أقدره أنا. إذن منظومة التعامل مع الآخر هو لا أنتظر أنه يقدم إلي، أنا أقدم. حتى في المعروف قال علماؤنا: اصنع المعروف في أهله وفي غير أهله. ويتعجب الناس: كيف أصنع المعروف في غير أهله؟ كيف أصنع المعروف في إنسان أمد له يدي فيعض اليد التي امتدت؟ أقول له: لا، اصنع المعروف في أهله وفي غير أهله، فإن صنعت المعروف في أهله فقد أصبت أهله، وإن صنعت المعروف في غير أهله فأنت أهله. نأتي لمنظومة القيم الموجودة اللي كانت موجودة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وننسج على منوالها. يعني نتكلم على منظومة الخلق والقيم والمبادئ العظيمة اللي كانت موجودة في المدينة المنورة، وبناء عليه نستطيع أن نهبط إلى الواقع ونرى ما الذي نستطيع أن نقربه أو نقترب منه أو نطبقه. أبو هريرة سائر في الطريق فرأى كظيظا من الناس، ناس مزدحمة، تساءل: ما هذا؟ قالوا: ده في عصر التابعين يعني. يا أبا هريرة، يا صحابي رسول الله، رجل جاء من البدو من البادية وربط ناقته خارج بستان من بساتين المدينة ونام. الناقة شعرت أو يبدو كانت جائعة، فنظرت يبدو داخل البستان فوجدت خضرة وأشجار وشجيرات، وسبحان الله لم تتمالك الناقة نفسها فقطعت حبلها ودخلت تعيث فسادا في البستان فخربته، كسرت الأشجار. جاء صاحب البستان وقد رأى بستانه خرابا، فمعه عصا غليظة فضرب الناقة على رأسها فنفقت، قتل الناقة. استيقظ الأعرابي على ناقته وهي تنفق، فما تمالك نفسه فتصارع مع صاحب البستان فوكزه صاحب الناقة فقتله. أصبح فيه ناقة أعرابي مقتولة وأصبح صاحب البستان مقتول. فأمسك الناس بتلابيب صاحب الناقة الذي قتل
صاحبهم قال اتركوني اعود الى قبيلتي اوصي وصية الى اهلي واعود اليكم. ضحك الناس قالوا عجبا لك، نحن لا نعرفك ولا نعرف اسمك ولا من اي بلد انت ولا من اي قبيلة انت، وتقتل صاحبنا وتريد ان تهرب وتقول انا اعود الى قبيلتي اوصي وصية لاهلي واعود، هذا كلام غير منطقي. قال ابو هريرة اتركوه وانا اضمن لكم ان يعود. ابو هريرة لا يعرف الرجل. لما الصحابي تدخل في مسألة الشفاعة قبل الناس شفاعة ابي هريرة، اطلقوا قيد الرجل، سرح الرجل وغادر المدينة. شهر ومر الشهر الثاني ولم يأتي الرجل. ذهب اهل القتيل الى ابي هريرة قالوا يا ابا هريرة تضمن من لا تعرف؟ معقول انك تضمن انسان انت لا تعرفه؟ قال حتى لا يقال ان اصحاب المروءة قد ولوا، لازم يكون فيه مروءة باقية. واذا بالرجل يظهر على الافق، الرجل جاي من بعيد. قالوا يا رجل عجبا لك القاتل، انت تأتي ولا نحن لا نعرفك ولا نعرف اسمك ولا من اي قبيلة انت، ما الذي جاء بك؟ قال كي لا يقال ان اصحاب الوفاء قد ولوا. فقال اهل القتيل ونحن قد عفونا حتى لا يقال ان اصحاب العفو قد ولوا. انا عايز اقف وقفة عند هذه القصة التي تمثل يعني تسامي الروح الايمانية عند هؤلاء القوم، وكأنهم ملائكة يمشون مطمئنين في الارض. هم ملائكة من البشر، ملائكة بهذا الخلق العجيب، اصحاب المروءة. يخشى ابو هريرة ان يقول الناس انهم قد ولوا وانتهوا. الرجل يأتي رغم انه كان ممكن لا يأتي ولا يحكم عليه سبحان الله، فيقول كي لا يقال ان اصحاب الوفاء واصحاب العهود قد ولوا وماتوا. واهل القتيل يقولون نعفو حتى لا يقال ان اصحاب العفو قد ولوا. ولذلك لماذا لا يعفو احدنا عن اخيه؟ لان نحن اصبحنا الان ومن عقود طويلة ومنذ بعدنا عن الميزان الخلقي وهو مقياس وانك على خلق عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اصبح كل انسان يريد ان ينتقب لنفسه، يريد ان يتشفى في الاخر، يريد ان يتعدى الحدود. انا اريد ان اقول انت ان اردت ان تنتقم من انسان ما وتريد كما اقول ان تقطع له اصبعا من اصابعه، دعه لرب العباد ينتصر لك ويقطع لك يده. وان اردت ان تقطع انت يده دعه لله يقطع لك ذراعه. وان اردت انت ان تقطع ذراعه فاتركه لله عز وجل ينتقم لك وينتصر لك ويقطع لك خبره من الدنيا. لان بعض العلماء اوصونا وقالوا ونحن صغار وما زلنا صغارا في العلم، لا تدعو على الظالم فان ظلمه اسرع اليه من دعائك عليه. الانسان سبحان الله الظالم دعاء عليه يعني دعائك عليه صحيح سوف يستجاب ان شاء الله، ولكن قد في بعض الاحيان يستغرق حينا. وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين، هكذا يقول الله للمظلوم. بس خلي بالك دعوة المظلوم مستجابة ان كان المظلوم مسلما او كافرا، لانك تظلم وتنام. المظلوم يدعو عليك في جنح الليل وانت نائم وعين الله لم تنم، فاين سبحان الله العظيم يعني 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 الانسان الذي يحافظ على ان لا يكون ظالما ولا يتعدى الحد. فلذلك اقول ما الذي جعلنا لا نحسن العفو؟ يعني لا نحسن ان يعفو رجل عن زوجته. قالوا يا رسول الله كم يعفو الانسان عن زوجته وخادمه في اليوم؟ قال 70 مرة. يا الله، يعني متى ابدأ في معاتبة الزوجة؟ بعد الخطأ 70، والعامل اللي عندي بعد الخطأ 70. طب ده هي سبحان الله كما اقول اذا اخطأت اكثر من 70 خطأ في اليوم يبقى ده تخلف عقلي بعد، حتى الزواج يعني هي غير كاملة الاهلية، وده مش ممكن. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول 70 مرة، دليل على ايه؟ على يعني سعة صدر المؤمن في العفو، سعة صدر المؤمن في غض الطرف عن الايه؟ عن العيوب اللي هي سنة الايه؟
او خلق التغافل، في تغافل باللام وتغافر بالراء. لو تعاملت مع الاخر بسنة التغافل، يعني التغافل يعني ليس الغبي بسيد في قومه، بل ان سيد قومه يتغابى، يعمل انه مش واخد باله، يعمل انه ما ايه ما حصلش شيء، يعمل انه يعدي الامور، يعني يوسح صدره. ليه؟ قال ربنا: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. سبحان الله، هذه صفة المتقين. وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت لمن؟ للمتقين. ايه صفاتهم يا رب؟ اول شيء ينفقون في السراء والضراء. يعني في السراء والضراء يعني يكون عنده، ممكن يكون عنده ورطة مالية، يقول لك ورطة مالية انا لا اخرج صدقة. لا بالعكس، انا عايزك تخرج صدقة وانت عندك الورطة. ليه؟ ربنا هيفرج ورطتك، هيفرج كربك، لان الله سبحانه وتعالى من ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على مؤمن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وانت تفك كربات الناس ربنا يفك كربك، وانت كمان مكروب تعرف قيمة الكرب. لما تكون في كرب وتدعو رب العباد وتفرج كرب مكروب، الله عز وجل يقول لك: هل انت اغنى مني؟ هل انت ارحم بالعباد مني؟ ابدا، سبحان الله العظيم. فانت لا اله الا الله، انا عايزك تبقى صفة العفو، يعني عايزك كل يوم تقول انا اتخلق اليوم بخلق معين. ايه الخلق اليوم؟ العفو عمن ظلمني. يا الله، يا سلام لو نتخلق بهذا الخلق. هل خلق العفو هذا هو الذي نراه قبل المغرب والسيارات تعود مسرعة ومكتظة وتلوث سمع، كل واحد عايز يضغط على صوت التنبيه بتاع السيارة عشان يزعج الناس؟ طب ليه كده؟ ما انت ما هو اللي امامك عايز يروح زيك. هو لم يقف لانه يتسكع، هو يقف لانه الطريق واقف. انا اريد ان اقول رمضان فرصة لثورة خلقية. طب الدورة الخلقية عندك يعني يا ترى يعني ايه النتائج بتاعتها؟ ايه اخبارها؟ هل هي منضبطة؟ هل هي منضبطة مع الكتاب والسنة؟ هل فعلا انت يعني جاءت زوجتك وقالت لقريباتها وصديقاتها: يا ريت رمضان يبقى طول السنة عشان الرجل ده اخلاقه من فضل الله سبحانه وتعالى اصبحت جميلة في رمضان، فاتمنى ان يستمر رمضان، اذا رأت عليك خلقا جميلا. يبقى انت بدأت تتخلق باخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. اما اذا قالت زوجتك ان لا 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 لا، رمضان ربنا يعديه على خير، الرجل بقى عصبي ومن قلة التدخين ومن قلة الشيشة وبتاع، قبل المغرب بيبقى ميزان مجنون وعينيه تحمر والعيال يخافوا منه، لا لا لا، ده مش صائم، هذا ليس بصائم، هذا انسان يدعي اسلاما ويدعي ايمانا ويدعي صياما. لا ما ينفعش، الصيام تهذيب. ملا صامت الدابة يعني وقفت، صامت الشمس، اللغة العربية كده، صامت الشمس في كبد السماء، يعني ساعة الايه؟ ساعة وقت الزوال، ان كل ظل شيء يصير تحته. طب الصيام ده ايه؟ سكون. وناخد من المعنى ايه؟ سكون النفس وهدوء النفس، هدوء الخلق. العصبي يهدأ، وبعدين ايه؟ حتى ان سابه احد او شاتمه فليقل اني صائم اني صائم. هو الانسان كده. يبقى الثورة الخلقية التي يجب ان يمارسها كل انسان مع نفسه، فعلا نجد في المجتمع انتشار الخير بفضل الله سبحانه وتعالى. وعندئذ اقول ان الاخلاقيات العظيمة لأهل المدينة الذين قالوا: نخشى ان يقال ان اصحاب المروءة قد ولوا، ونخشى ان يقال ان اصحاب الوفاء قد ولوا، ونخشى ان يقال ان اصحاب العفو قد ولوا، نحن نقول كمسلمين: نخشى ان يقال ان المصري الحقيقي ولى، وانما المصري الحقيقي باقي مرتبط بكتابه، مرتبط بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مرتبط بإعالي الأمور التي يحبها الله ويتجنب سفسافها التي يبغضها رب العباد سبحانه وتعالى. اللهم ارزقنا أحسن الأخلاق لا يرزق أحسنها إلا أنت، وجنبنا سيء الأخلاق لا يجنب سيئها عنا إلا أنت يا رب العالمين. لا تنسون من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. روح وريحان.